نقوم اليوم باستبيان عن تقييم احتياج. تم النزوح في فترة من الفترات الماضية لمجموعة من المناطق إلى قرية قريبة منا، ونحن كموظفين في المجال الإنساني علينا الإسراع في الاستجابة. أولا علينا تقييم احتياج من خلال استبيان. ماذا يمكن أن يحوي هذا الاستبيان من أسئلة؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا الفيديو. أولا علينا فتح كوبوتر بوكس، إنشاء مشروع جديد. سؤال أول يتضمن اسم جمع البيانات وعمره وجنسه، هاي المجموعة الأولى، ومن ثم نأتي للمجموعة الثانية من الأسئلة. نوع السؤال الرقمي اسم برمجي ايش؟ طبعا نحط معايير تحقق، جنس جامع بيانات، نوع السؤال select one. ما ننسى كمان اسم البرمجي للأجوبة واسم البرمجي للسؤال. هاي المرحلة الأولى من الأسئلة ممكن نحطهم بمجموعة عن طريق الضغط على كل سؤال بالإضافة إلى زر control. إنشاء مجموعة من الأسئلة. اسم هالجروب ممكن نسميه معلومات عن جمع البيانات. تأتي المرحلة الثانية من الأسئلة، هل يوجد نازحون في القرية؟ select one، نعم، لا، لا أعرف. أسماء برمجية للخيارات الأجوبة. اسم برمجي للسؤال، ما هو سبب النزوح إلى هذا الموقع؟ تحديد العديد، ممكن تكون خيارات آمن، توفر خدمات أساسية، توفر فرص العمل، أو توفر مساعدات الإنسانية وغير ذلك. نضع لهم أسماء برمجية. ما بننسى الاسم البرمجي للسؤال. رح نضع لهذا السؤال منطق التخطي بحيث لن يظهر إلا إذا كانت الإجابة عن السؤال السابق نعم. منطق التخطي إضافة شرط حدد السؤال، هل يوجد نازحون في القرية؟ إذا كانت تساوي نعم، ما سبب النزوح إلى هذا الموقع؟ إضافة سؤال. غير ذلك كون نوع نص. منطق التخطي إضافة شرط لن يظهر هذا السؤال إلا في حال الجواب عن ما سبب النزوح إلى هذا الموقع يساوي غير ذلك. إضافة سؤال. ما هي الخدمات والبنى التحتية التي تأثرت بشكل كبير في هذه القرية؟ نحط نص. تلميح عن هذا السؤال رتب ثلاث، المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة. كم عدد المناطق الأصلية التي جاء منها النازحون؟ رقم. هل يمكن أن تزودني أكثر المناطق الأصلية التي جاء منها النازحون؟ اختيار واحد، إما نعم أو لا. ممكن ذكر هذه المناطق إذا كانت الإجابة نعم. اختيار إجابة نص. نحن بحاجة إلى منطق التخطي. في حال كان السؤال هل يمكن أن تزودني أكثر المناطق الأصلية التي جاء منها النازحون تساوي نعم، يظهر له سؤال ممكن ذكر هذه المناطق. سؤال جديد، من أين يمكن للأسر في القرية الحصول على المواد الغير غذائية؟ اختيار من متعدد. الخيار هي من خلال توزيع المواد الغير غذائية من قبل المنظمات، أو من خلال الأسواق، أو الأقارب والأصدقاء، ممكن لا أعرف، أو أخرى. لا ننسى كتابة الأسماء البرمجية. اسم برمجي للسؤال، إضافة سؤال غير ذلك، نوع نص، اسم البرمجي. لن يظهر هذا الخيار إلا في حال الأجوبة كانت غير ذلك للسؤال السابق. نروح على منطق التخطي، إضافة شرط تحديد السؤال، من أين يمكن الأسر الحصول على مواد غير غذائية؟ عندما كانت الإجابة تساوي أخرى تظهر السؤال غير ذلك. ما هو نوع المساعدات المنتقاة للأفراد أو المجموعات الأكثر ضعفاً أو أكثر احتياجاً للمساعدة في القرية؟ كون خيارات الأسئلة اختيار من متعدد. ما هي الخيارات؟ الخيار هي مواد غير غذائية، القصائم، النقود، التعليم، الغذاء. وما ننسى نكتب أسماء برمجية. اسم برمجي للسؤال. هيك بنكون انتهينا من استمارتنا حول تقييم الاحتياج. نتذكر مع بعض شوية أسئلة تتضمن مجموعتين، مجموعة المعلومات جمع البيانات اسمه وعمره والجنس، بعدين مجموعة الخاصة بتقييم الاحتياج، هل يوجد نازحون في القرية؟ ما سبب النزوح؟ ما هي الخدمات التي تضررت؟ ما عدد المناطق الأصلية التي تم النزوح منها؟ هل يمكن أن تزودني ما هي أكثر المناطق التي جاء منها النازحون؟ ومن أين يمكن للأسر الحصول على المواد الغير غذائية؟ ما هي نوع المساعدات للأشخاص الأكثر ضعفا وأكثر احتياجا في القرية؟
نذهب للمعاين نقوم بشكل مسرع بالإجابة عن هذه الأسئلة. انتهينا من الاستبيان، الآن علينا حفظه ونشره. الآن علينا بالتطبيق العملي، سوف نقوم بالتطبيق العملي بشكل مسرع. مشروعنا هو تقييم احتياج. نذهب إلى بيانات، تنزيلات، الصيغة المختارة إكسل، سيلز فورم، تصدير، ثم تنزيل. من كوب هاي اللحظة انتهينا من استمارتنا وحصلنا على الردود. إن شاء الله تكونوا استفدتوا.